أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم عليه السلام هو أبو البشرية، خلقه الله من التراب ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، ثم خلق زوجه حواء وأسكنهما الجنة وأباح لهما كل ما فيها من النعيم إلا شجرة تفاح واحدة نهاهما عن الأكل منها، ولما وسوس لهما إبليس أكلا منها فأهبطهما الله إلى الأرض وعاشا فيها وتناسلا ونشأت من ذريتهما البشرية.